السلام عليكم. المساعدات الجزائرية مستمرة في إغاثة إخوانهم السوريين، ويوم أمس في ساعات متأخرة من الليل وصول ثالث طائرة جزائرية محملة بكافة المستلزمات الضرورية لتخفيف الضرر عن ضحايا الزلزال، وعلما أن فرق الإنقاذ الجزائرية باشرت بعملها في مدينة حلب ونعتبي على العالم. شفنا آلاف الطائرات تهبط في تركيا وما شفنا مساعدة سوريا غير الجزائر والعراق ومن ثم الإمارات، وعندك تونس أيضا ساعدت، والمغرب والسعودية وسلطنة عمان أعلنوا أنه سيباشرون بإغاثة الأخوة السوريين اليوم أو غدا إن شاء الله. نشوف هذا الفيديو بلحظة وصول طائرة ثالثة جزائرية إلى مطار حلب، ومعنا من هناك مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. وهذه الطائرة الجزائرية التي حطت في مطار حلب، أنس، إذا مشاهدينا الكرام ترون مباشرة على الشاشة هذه الطائرة القادمة من الجزائر، وهذه الطائرة المحملة بالمساعدات الإغاثية للشعب السوري جراء هذا الزلزال. يعني وهذه ضمن يعني حملة والمبادرات الدولية من الدول العربية الشقيقة التي أعلنت وقوفها مع سوريا ومساندتها لهذه الأزمة التي حلت في البلاد، وهذا الزلزال وآثاره المدمرة. يعني بالإضافة إلى هذه كما تحدثنا منذ قليل، إلى هذه يعني الطائرات التي وصلت إلى مطارات دمشق واللاذقية، الآن في حلب وصلت إلى هذه الطائرة الجزائرية حلب في مطار حلب. إذا أنس تسمعني؟ إذن يتواجد في المطار، مطار حلب.